ليه البعض بدأ يقول انه الاهلي عنده ميزانية كبيرة وفلوس كتيرة وحجم الميزانية تضاعف، ومع ذلك هناك تقشف رغم ان هناك مكاسب مالية جيدة من المشاركات القارية للنادي الاهلي؟ بص يا كابتن احمد، نعم. انا يعني مش هتكلم على يعني او ابقى بايس لو مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الانجازات اللي حصلت في عهد هذا المجلس في عهد الكابتن محمود الخطيب سواء رياضيه او انشائيه او مجتمعيه او خدميه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. نعم. وبالتالي النادي الاهلي انا النهارده مشكلتي ان انا اوفر عمله صعبه، وليست مشكلتي ان انا اجيب فلوس. أيوة. انا النهارده يا كابتن احمد بصرف 1,400,000 دولار تقريبا او اكتر سنه شهريا مرتبات ما بين لعيبه اجانب ومدربين ومدربين بس في كره القدم. أيوة. انا تاني انا مطلوب مني ان انا لازمك لو اتكلمنا عن النشاط الرياضي، السنتين اللي فاتت احنا عاملين سنتين استثنائيتين. صحيح. اول سنه كاسبين 24 بطوله لا 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 الموبايل ما يعطلش دلوقتي، لا 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 لا، روح يمين روح شمال روح اي مكان، خليك مكان خليك معانا يا باشمهندس. طب اقفلوا وارجعوا تاني نرجع نتكلم تاني لانه لسه في كلام كتير يهم جماهير النادي الاهلي، واعتقد ان احنا بنتكلم في كل هذه الامور. نعم حاضر، يلا نسمع الجماهير ونرجع المهندس خالد مرتجي. بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. على فكره من الهتافات اللي انا بتفائل بيها جدا هذا الهتاف، وربنا يكرم يا رب ان شاء الله. الحقيقه في بعض المواقع او الصفحات كتبت انه تم تكليف كابتن هاني رمزي باداره او بتولي مهام مدير التعاقد، سالنا قالوا هذا الخبر لا لسه لم يتاكد ولسه مش صحيح حتى اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها. رجع لنا المهندس خالد مرتجي، كان اخر حاجه بيقول 1,400,000 دولار التزامات شهريه لمدربين ولاعبين داخل النادي الاهلي، والمشكله مش فلوس ولكن المشكله في توفير الدولارات، صح كده يا فندم؟ مظبوط يا كابتن احمد. المشكله الرئيسيه في النادي الاهلي النهارده ازاي تقدر توفر دولار، وللاسف مش عايز اقول للاسف لكن انت عارف ان 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 البنك المركزي مانع ان انا النهارده، يعني زمان كان الواحد بيروح البنك المصري وبنك نعم. مصر او بنك في ضوابط في ضوابط محطوطه، فدلوقتي بقى صعب جدا ان انا اوفر دولار. فانا الحقيقه لولا ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني وبنكسب بطولات قاريه او كاس عالم للانديه بتاخد مراكز، ده اللي بيعيشني يعني. يعني اللي انا عايز اقوله ان الموضوع صعب صعب جدا. يعني انا اقول لك حاجه كويسه، انا مثلا عندنا رحله بتاعت المغرب اللي هي كاس بطوله افريقيا طلع فيها الهاندبول ولاد وبنات. تمام. انا النهارده جيت طلبت يا جماعه انا، طب انا اجيب منين؟ انا النهارده بمثل مصر نعم وطالع العب في افريقيا ومحتاج 80، انا طلبت 80,000 يورو و7000 دولار، وبعتنا جواب للسيد وزير الشباب والرياضه. نعم. وقلت له ارجوك يا دكتور اشرف ساعدنا ان البنك المركزي يبعت لاي بنك من البنوك اللي احنا بنتعامل معاها يوفر لنا هذه العمله. نعم. برضه للاسف ما عرفناش نوصل. فبالتالي التزامات النادي الاهلي كممثل عن 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 مصر التزامات كبيره قوي لو احنا عايزين نستمر ان احنا نرفع رايه مصر في المحافل الدوليه. انا النهارده عندي بطوله في تنزانيا بتاعت مؤهله كاس العالم للبنات سله. يعني اذا يعني انا بطلب من عبر منبرك ده يا كابتن احمد ان لازم المسؤولين يبصوا للانديه اللي بتمثل مصر بره ان هم يوفروا لهم العمله على الاقل في السفريات. نعم. يعني البنوك توفر لنا الكلام ده. يعني والا طب قول لي نعمل ايه؟
وبالتالي انا عندي مشكله، انا كراجل مسؤول المالي عن النادي الاهلي عندي مشكله ان انا اوفر عمله مش اكتر من كده، لكن انا كميزانيه الحمد لله رب العالمين هتسمع عن ميزانيه ما حصلتش، وده بفضل ايه؟ بفضل تخطيط مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، بفضل ال 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 السياسه الماليه اللي احنا بنعملها، او ازاي نقدر نوفر موارد للنادي الاهلي لخدمه الاعضاء وفي نفس الوقت لخدمه الجمهور اللي هو مستني متعطش انك انت تكسب على النهارده ربيت جمهور او الجمهور بتاعي اللي هو صنع اسم النادي الاهلي لا يقبل الا النادي الاهلي يبقى نمره واحد. نعم. النادي الاهلي يبقى نمره واحد لابد ان انا اوفر موارد عشان ان اواكب. يعني اذا قصه التقشف وضعف الانفاق هذا امر حضرتك بتنفيه جمله وتفصيلا؟ جمله وتفصيلا.